ونتليفون. أهلا بكم كل طلابي في أولى ثانوي. حنستكمل النهاردة حل أسئلة برافو باج كرم صفحة 40. حنحل أسئلة الجرامير. حنبدأ السؤال الأول. شوازي البرونوم كونفينابل، اختار الضمير المناسب. أني ليف تلميذ، هنا كلمة تلميذ عايزين نعوض عنها بضمير. طبعا هنا قبل ما نحذف أي كلمة أو نعوض عنها لازم هنشوف الكلمة دي مذكر ولا مؤنث، مفرد ولا جمع، وده اللي هيحدد لي الأداة اللي بتسبق الاسم. هنا الاسم بتاع بيسبقه أداة النكرة واحنا قلناها قبل كده ان هي بتسبق الاسم المفرد المذكر، كده هختار إيل بكل سهولة. هو مازن ايه؟ شادي. مازن وشادي هنا اتنين، وانا مفيش مثنى، احنا عندنا جمع على طول، يبقى إيل جمع مذكر. هم إن كوليغ، إن كوليغ، عرفت إن كلمة لون هنا مؤنث عشان ما تسبقها أداة النكرة إن، يبقى إل. إل فريدة إيه؟ أحمد. فريدة وأحمد في مذكر ومؤنث، قلنا لو في واحد بس مذكر في الجملة هيخلي الجملة لصالح المذكر، يبقى هنا هنعوض بالضمير إيل. هم دي كوبين صديقات، خلي بالي كوبين صديقات مؤنث، يبقى إل. هن أنجوزا، أنجوزا جار، يبقى إيل. هو أنديسيا يعني طالب ثانوي، إيل. هو لاميغ الأم مفرد مؤنث، إل. ماغي إي مارتن ولد وبنت، يبقى جمع مذكر، إيل. ميسي، ميسي مفرد، إيل. هو إن كلاس فصل مؤنث، إل. ينيكول مؤنث، إل برضه مفرد. طيب شوازي لبرونوم سوجي كومبونابل يعني اختار ضمير الفاعل المناسب. تيتابيل كومو يبقى هنا تصريف فعل صابلي مع ضمير تي، تي روبي. ما اسمك؟ مابيل رامي يعني مش مابيل رامي، انا اسمي رامي، بشوف تصريف الفعل هنا مع انهي ضمير واختار الضمير المناسب. فو فو صابلي مارتن اي ماريو، فو فو صابلي، طبعا هنا بنختار فو. بعد كده ام لغوج يحب اللون الاحمر، الا هو. بشكر انت اي ا ابيتي الاكسر، طبعا هنا الفيرب في اي زاد، يبقى هنا فو فو ابيتي الاكسر، بتعيش في الاكسر. صابل ماتيلدا اسمها ماتيلدا، يبقى هنا ال هي تكون بقرا جملة لغاية اخرها، هي اسمها ماتيلدا. اي كانزا تصريف فيرب اوفر مع الضمير جي، انا عندي 15 سنة. ام كل كولاغ طبعا هنا التصريف فعل مصرف مع الجمع، يبقى ايل. هم يحبوا اي لون. ابيت الوكسور برضو ايل، ابيت الوكسور هم يعيشوا في الوكسور برضو جمع. منار ايه؟ فريد. منار وفريد لميم اج، عندهم نفس العمر. طبعا لو انا حذفت منار وفريد هعوض عنهم بالضمير ايل الجمع، يبقى هاخد تصريف فيرب افار مع الجمع، يبقى هاخد نمرو سي. كيلاج ا كيلاج تيا يعني ما عمرك، هختار نمرو سي تصريف فيرب افار. ليفي البنات جمع، صابل اسمهم، ماريو اي ماري. ليكوبادي مارك اصدقاء مارك، جمع هنا طبعا يبقى ابيت ا الكساندر. لي اي ملك، الي وملك طبعا جمع، يبقى اي ام ليفاغ بيحبوا اللون الاخضر. تشي ابيت انت تعيش ا الكساندري، تعيش في الاسكندريه نمروسي. جي أليكس طبعا جي موبيل أليكس، أنا أكون أليكس. تي تابل كومون طبعا تي تابل كومون ما اسمك. بعد كده إيل، نخلي بالنا هنا جمع مذكر جمع. إيل إيم هم يحبوا لنواغ. موا سي كريم، أنا أكون كريم، موا سي كريم. بشكر انت دي. جي لغوش طبعا هنا جي لغوش، انا بحب اللون الاحمر.
أحمر. فو فو زابلي كومو ما هو اسمكم؟ إيل أو دي كايي هم عندهم كراسات. جاك أبيت أباغي بيعيش في باري. كيلاج تيا ما عمرك؟ السابل نوها اي ناديا. طبعا الموضوع بقى سهل معنا جدا لما حفظنا طبعا تصريف افعال المجموعة الاولى. شوازي لابون غيبون سوفو وزابلي مسيو جين، هنا بيكلموا بصيغة الاحترام بوفو. كل كولير تي ام ما هو اللون الذي تحبه؟ تي طبل كومو ما اسمك؟ فو زابيتي او مدام ما بيكلمها بالاحترام، اين تسكني مدام؟ مون فوازا دي كارتي دي سيت يعني ما جاري في الحي عنده 17 سنة. لي سي اي موا يبقى هنا نو نحن، اي مو لي شات نحب. جي مابل تيو انا اسمي تيو. نو نو سابلو نحن اسما. إيل هم سابل اسمهم ألان إي أسكر. تون كمغات دي كلاس أبيت أو يعيش أين؟ بشكر أنت تروى. وفو وفو سابلي كومو ما اسمكم؟ وفو زابي كيراج مسي ما عمر حضرتك؟ جي مابل ريهام أنا اسمي ريهام. إل سي كوبين دي كلاس هي تقدم نفسها. ال سي بريزانت تقدم نفسها الى صديقاتها. موا جابيت انيس انا اعيش في نيس. نو نو سابلو بيير اي جاك. نمرو سيت شوازي لي فيرب كونفينابل اختار الفيرب الصحيح. ال ابيت اسيوط هي تسكن في اسيوط. مدام vous appelez comment ما اسمك؟ nous avons نحن عندنا 16 سنة. تيا كيلاج ما عمرك؟ quel couleur vous aimez ما هو لونكم المفضل؟ او مها ابيت اين تسكن مها؟ il se présente à ses copains هو بيقدم نفسه لأصدقائه. من فوازان دي كارتيي صديقي في الحي صابل مجدي. شوازي لا بون ريبونس اختار الإجابة الصحيحة. سي فيش دي بريزنتاسيون هي بطاقة تقديم. إن فيش أدوات النكرة طبعا خلي بالنا. جي سي زايت وا أنا عندي 16 سنة وأنت. بشكر أنت كاتر صفحة 44. تي أبيت أو أين أنت تعيش؟ نؤمو لا كوليغ عايزين احنا بنحب اللون ماغو. مختار كلمة مؤنث قلنا قبل كده ان كلمة مارو تنفع مذكر مؤنث البني. ابيت الكسندري يبقى هنا ايل ابيت هو يعيش في الاسكندرية. ماهر طبعا كوبين كوبين هنا مؤنث يبقى اين كوبين اين. نو ابيتو نحن نعيش في باريس. جي بريزانت ما كوبين ماتيلد. جي تي بريزانت أقدم لك صديقتي ماتيلد. قبل لغة أليكس طبعا هنا تصريف الفعل مصدر في الجامعة طبعا يبقى حناخد طبعا بس جامعة إيه لورا إي أليكس جامعة مذكر يبقى إيل. موا سي ساندرا أنا أكون ساندرا. خلي بالنا الحاجات البسيطة دي. ليك سي ان سيبر كوبا طبعا هنا سيبر كوبا مفروض مذكر فحنختار اداة النكرة الى ان ان يعني هو عنده عام واحد. لكن لو اخترنا سيز ولديس كان بي هنا في اخر الكلمة في اس. جي سي زا انا عندي 16 سنة اتوا وانت. هنا سابل يبقى ايل سابل جين هو اسمه جين. جيم لباغ يعني انا بحب اللون الاخضر. سي ناتالي نها ناتاليا طبعا هنا فوازين مفرد مؤنث يبقى نختار اين. بشكر انت سانك صفحة 45. كومون فو فو زابلي ما اسمكم؟
سوري سافا بيان. سافا بيان يعني بصحة جيدة. جي مابيل نادين اي توا؟ انا اسمي نادين وانت؟ سافيل رومان إلا جي كوبا دي فرا كوبا فرنسي. هنا كوبا مذكر يبقى جي ام كوبا، انا عندي صديق فرنسي. ال طبعا سافيل ليا هي اسمها ليا. ام لا كولير بلانش، خلي بالي الفعل هنا نصرف في الجمع يبقى إلا. هم يحبوا اللون الابيض. ابيتو في او ان اس يبقى نو ابيتو اباري، نحن نعيش في باريس. ادي زامي ادي زامي، انت عندك اصدقاء؟ صرف فيرب افار مع الضمير تي. تي ابيت او، انت تعيش فين؟ تي ابيت او. طبعا هنا اوروفوار مسيه، اوروفوار مسيه. اكسكيوزي موا ماري، اكسكيوزي موا معذرة. جي بريزانت امون بروف، امون بروف يعني هنا جي مي بريزانت امون بروف يعني انا اقدم نفسي الى مدرسي. سمر اي منار، سو يكون كوبا طبعا كوبين فوازان وسيبر كوبا. طبعا هنا بنختار الإجابة الصحيحة لأن هما مؤنث يبقى كوبين صديقات. ال سابل صوفي، هي اسمها صوفي. اد الآن كنزة، عنده 15 سنة. باش كارانتيسيز صفحة 46. ال سابل كومو ال سابل، ما هو اسمه؟ تي ام كل كولاغ، بحب انهي لون، قلنا كلمة لون مفرد مؤنث. إلى دغيس دي سارة، طبعا هنا مع عنوان سارة. كل تيا كيل اج، كلمة اج مفرد مذكر. تي ابيت اين تعيش، و تي ابيت فو فو سابلي كومو، ما اسمكم؟ تي تابل كومو تي تابل، ما اسمك؟ كومو تي تابل. ايه تنم معناها ما اسمك؟ كلي تنم. باش كرون تويت، هنحل الاكزاما على الدرس الاول. هنا بيقول لنا نو الاسم كامل سامي، اج العمر كنزة 15 سنة، ليسي الجلاء، ادغس العنوان دي سغي دي فلير ليكير، 10 شارع الزهور بالقاهرة. طبعا هنا سامي لباغ دي كامل، هو ابو كامل. كامل ابيت بيعيش فين؟ انا جبت في مصر. فلير ده كان اسم انري، شارع زهور. كامل عنده كم سنة؟ طبعا ديز 10 سنين. بديكم التانية، جمابيل محمد سامي، جي كانزا جسوي إليه بوليسي النصر. جملة تونيس إلي جودو، جي نام بالي باسكت، ما بحبش الباسكت. جي دي كوبا دي تنس، عندي صديقين تنس. الصابل علي اي فادي، علي وفادي. علي دي سيت اما فادي عنده ديز ويت محمد اي طبعا اليف، هنا تلميذ، هو مش بروفيسور مدرس ولا دكتور ولا دكتور ولا فوتوغراف مصور. محمد نيمبا طبعا هو مش بيحب لي باسكت. ألي عنده كم سنة؟ دي ست. احنا قلنا قبل كده لازم نحفظ الأرقام بالحروف بالكتابة، عنده 17 سنة. إلي بيغدي محمد، طبعا أبو محمد هنا كان اسمه سامي. باج كارانت نف، تي ديماند أتون كمغاد سون آج، هنا بتسأل زميلك عن عمره. إل دي هو هنا بيجاوب، أخلي بالي هيقول لك إيه؟ جي سيزا، أنا عندي 16 سنة. تي دي ماند أتون بروفيسور سنوم، تسأل مدرسك عن اسمه. تي دي ماذا تقول؟ هنقول له هنا ايه المدرس بتاعنا؟ كومو فو فو زابيلي، ما اسم حضرتك؟ بنكلمه بالاحترام. تي دي ماند أتون كوبا و إل أبيت، بتسأل زميلك او هاي أين هو يعيش. إل دي هنا هو حيجاوب، حيقول لنا جابي ترواري دي فلاغ، يعني أنا أعيش في 3 شارع الزهور. بور براندر كونجي، عشان استاذن
من زمايلي اقول لهم ايه؟ هتقول لهم ايه؟ بونجور، صباح الخير. طبعا لا، ولا ميرسي ولا شكرا ولا انشانتي، هنقول لهم تشاو، باي باي. تي ديماند اتوناميسا ساكولير بريفري، بتسأل زميلك عن اللون المفضل، هتقول له ايه؟ تي دي. طبعا هنا كيل كولير ان تي. تي ساليتو ناميلي متى، بتحيي صديقك في الصباح فهتقول له بونجور. تي بريزانت اتيكو با، بتقدم نفسك لاصدقائك، هتقول لهم جوبامير مارك، انا اسمي مارك. اسئلة الا شوازي، اختار. هنا جمابيل نيكولا، طالما في جيب اموا، انا بتكلم عن نفسي، موا جمابيل نيكولا، انا اسمي نيكولا. إلى بريزانت اسيكو با دي كلاس، هو بيقدم نفسه، ال سي بريزانت، بيقدم نفسه لاصدقائه. تي تابل كومو، ما اسمك؟ سي سمير، يبقى هنا سي، هنا فيرب اتر، انه يكون سمير. باج سانكونت، رامي اي سوها، رامي وسوها عندهم 16 سنة. أنت أج أتيا، طبعا كيلاج تيا، ما عمرك؟ لولو زابلو خالد إيه ياسر، نحن نسمى خالد وياسر. جي ألكسندري، طبعا أنا هنا أعيش في ألكسندري جابي. طبعا هنا الإيميلات والموضوعات، إحنا هنعمل لكم فيديو خاص نكتب فيه أهم إيميلات وموضوعات الوحدة. باش سانكونت إيه أن، صفحة 51 إكزامان دي، امتحان الثاني. جي مي بريزانت، أقدم نفسي، جو مابيل هاني، اسمي هاني. جي كارانت سانك أن، عندي 45 سنة. جو سوي بروفيسور دي فرنسي، أنا مدرس لغة فرنسية. جابيت منصورة، بعيش في المنصورة. جي تروا أنفا، يعني عندي ثلاث أطفال، لالا مازن إيه أحمد. ما فامي إيه سنبا، عائلة لطيفة. جيم بقولي فيغ، أنا بحب اللون الأخضر. مسي هاني إيه، هنا بيحب اللون إيه؟ قال لنا ليفيغ، اللون الأخضر. مسي هاني أبيت المنصورة. احمد ايمازن سون كوبان دي كلاس دي ليسي، اصدقاء في المدرسه ولا سيبر كوبا ولا فوزا ولا فرير، طبعا هم اخوات لان هم دول اولاد ميسي هاني. ميسي هاني عنده كام سنه؟ قلنا لازم نحفظ الارقام. طبعا هنا قال لنا ان هو عنده 45 عنده 45 سنه. انتكم هو الثانيه. سيلين بريزانت ان كوبين فرانسيز، هنا سيلين بتقدم صديقتها الفرنسية، بتقول له بابا جيفو بريزانت ماتيلد، أقدم لك ماتيلد. سيتين كوبين دي كلاس، هي صديقة الفصل. إلى سيزا، عندها 16 سنة. إلى بوكو دي كوبين، عندها صديقات كثيرة. إلى إيم لا ميزيك إلى لكتيرة، بتحب الموسيقى والقراءة. النيم بالي مات، ما بتحبش مادة الرياضة. سيلين بريزانت ماتيلدا، بتعرف أو بتقدم ماتيلدا إلى مين؟ طبعا هنا سومبيغ، إلى والدها. ماتيلدا إي سيلين سانت دي كوبين، أصدقاء فين؟ دي تنس ولا دي باسكت ولا دي فوتبول ولا دي كلاس؟ طبعا هم اصدقاء الفصل دي كلاس. ماتيلدي نيمبا، ماتيلدي هنا قالت لنا ان هي ما بتحبش ايه؟ ما بتحبش طبعا ليمات، مادة الرياضة. ماتيلدا عندها كام سنة؟ قالت لنا ان هي عندها 16 سنة. سيزا باش سان كونتي دي، صفحة 52. تي بارل دي تا كولير بريفري، انت هنا بتتحدث عن لونك المفضل. تي دي هتقول ايه هنا؟ طبعا هنا الاجابة الصحيحة جو بريفير لا كولير نوار، انا بفضل اللون الاسود. نمرو ديس، تي دي ماند اتون كوبا سون ادغاس. تي دي تسأل صديقك عن عنوانه، هتقول له ايه؟ طبعا هنا عايزين سؤال. او تي ابيت، اين انت تسكن؟ نمرو 11، تونكو با دي كلاس تي ديماند تونا،
هنا صديق الفصل بتاعك سألك عن اسمك، ايه دي؟ هو هيسألك، هيقول لك ايه هنا؟ هيقول لك كومونتي تابل، ما اسمك؟ تيتي بريزانت اتام بروفيسور. تيدي، انت هنا بتعرف نفسك الى، بتقدم نفسك الى مدرسك. هتقول له ايه؟ هتقول له موا سي حسن، انا اكون حسن. تونامي دي كلاس سي بريزانت ال دي، هنا صديقة الفصل بتعرف نفسها. هي هتقول ايه؟ هتقول جي مابيل زينب. دي ديماند اتونامي سوناج، انت هنا بتسأل زميلك عن عمره. ال دي، هنا هو هيجاوب، هيقول جي كانزا، انا عندي 15 سنة. تي تي اكسكيوز، انت هنا بتعتذر، هتقول ايه؟ طبعا هنا باغدو، انا اسف. بعد كده شوازي لا بون ريبونس. إلا بيير اي ماتيلد، يعني هنا جامع هما اسمهم، يبقى هنا إلسابيل. كلود ايم لو، عايزين كلمة هنا مذكر، لي ماغون، يحب اللون البني. الجامع هم عندهم 18 سنة. ايه النوم؟ طبعا قلنا انه نوم كلمة مذكر، ما اسمك؟ كل باش سان كونت تروا، صفحة 53. ايم لغري، هنا بنقول ال ايم لغري، هو يحب اللون الرمادي. نو ابيتو الوكسور، نحن نعيش في الوكسور. جي بريزانت أليكس، يعني هنا انا اقدم نفسي الى أليكس. جي مي بريزانت أليكس. تي تابيل، يعني هنا بيقول له ما اسمك؟ كومو تي تابيل، ما اسمك؟ هنا هنعرفك ازاي تجاوب على سؤال الميل والموضوع، دول اهم ميل واهم موضوع في الوحدة بتاعتنا كلها. هنا بيقول لنا سالي، بنجاوب بسالي برضو. هنا عشان اجاوب على الميل لازم اقرا السؤال بالظبط واجاوب عنه اجابة كاملة مش بكلمة واحدة. هنا بيقول لك تي تابيل كومو، ما اسمك؟ بتجاوب بتقول جي مابيل مثلا الي. خلصنا من السؤال الاول. السؤال الثاني، تيا كيلاج، ما عمرك؟ بتجاوب بعمرك. هنا جي كنزة، عندي 15 سنة. السؤال الثالث، تي ام كل كولير، بتحب اي لون؟ هنختار اي لون. جيم مثلا لي بلي، انا بحب اللون الازرق. خلص الميل بتاعي، سهل جدا وبسيط. الموضوع الثاني هو اهم موضوع عندنا في الدرس بتاعنا كله، اللي هو بريزانت توا، قدم نفسك. اتيكو با دي كلاس، الى اصدقائك في الفصل. وبنحاول طبعا نخلي بالنا لازم نستخدم الكلمات دي. نوم، يعني احنا هنتكلم عن اسمك، اش، عمرك وعنوانك. اسمك هنا هنقول مثلا هنا جي مابيل، انا اسمي جي مابيل احمد. هنا اج، العمر، هنقول جي سيزا، عندي 16 سنة. هنا بيقول لك كلمنا عن العنوان بتاعك، جابيت. وكير، انا اعيش في القاهرة. عايزين نضيف كلمات من عندنا عشان نكملهم هنا من 15 لعشرين كلمة. هنقول مثلا جيم، انا احب ليغوج، اللون الاحمر. هنا جيم، انا احب مي كوبا، احب اصدقائي. هنا ممكن يقول برضو جي بريفير، انا افضل هنا لا ميزيك، الموسيقى. كده احنا عملنا اكثر من جملة عشان نقدم بها نفسنا، اتكلمنا عن اسمنا، اتكلمنا عن عمرنا، اتكلمنا عن عنواننا، واتكلمنا عن الحاجات اللي احنا بنحبها. لغاية كده خلص النهاردة الفيديو بتاعنا. اتمنى نكونوا استفدتوا من الحلول بتاعتنا، ذكروها كويس
ونتقابل إن شاء الله في فيديوهات تانية عشان نستكمل مع بعض حل كتاب برافو وأهوفا.